عمر انت طلعت مع الفشار انا هنا يا مخي تخين. ايه ده عمر؟ الحمد لله انا افتكرتك طلعت مع الفشار. ما انا نطيت قبل ما تقفل الباب عليا. طب الحمد لله يا عمر. امنا بقى يا فريده، جات لي حته فكره نلاقي بيها عمر. فكره ايه يا ام الغريب؟ سوري، فكره ايه يا كانت غريب؟ انا هجيب مكنسه وامشي بها في كل مكان في الشقه واقعد اشفط بيها، يمكن اشفط عمر في وسط التراب. قولي لها بلاش الافكار الظريفه دي يا كانت ظريفه. ايه يا كانت ظريفه الافكار دي؟ لا طبعا، افرض عمر اتخلق وسط التراب. صحيح، بلاش، خلينا بقى ندور بالعدسه المكبره وخلاص. ايوه ايوه خلينا ندور. مش كفايه بقى يا فريده، قولي لهم بقى ان انت قعدت مكاني عشان يمكن يرجعوني تاني كبير. اسكت شويه يا عمر، تعالى انا عرفت مكان انت هتحب تقعد فيه، اطلع على ايدي. بجد؟ طب امري بالله. انزل بقى يا عمر جوه بيت لالا وجانا. الله، هو البيت حلو بصراحه يا فريده، بس انا عايز اكبر بقى. بص يا عمر، خليك هنا شويه لحد ما ارجع لك. هو انت كل ما اقولها اكبر. انت فين يا عمر؟ حسرة عليك يا عمر وعلى اللي حصل لك من ساعه ما اختفيت، وما فيش اي حاجه في الدنيا لقتها. يا حبيبتي يا ماما، انت العيبه اللي بتدوري عليا. بجد انا لازم اعمل حاجه والفت انتباه ماما عشان تدور عليا في البيت ده. البوتاجاز، اروح للبوتاجاز واطلع دخان. ايه ده؟ في ريحه دخان. ايه ده؟ البيت اللي انا بتاع فارس بيطلع دخان. انا هنا يا ماما، ما تخافيش، انا اللي عامل الدخان. عمر، ايه ده؟ انا انت هنا؟ طب عاملين عليك الدنيا يا دليله يا دليله. يا عمر يا عمر يا عمر يا عمر. يعني احنا رايحين عليه ده كله وبسلامته قاعد بيلعب. بلعب ايه بس يا طنط ظريفه؟ دي فريده هي اللي حبساني كل ده وعماله تلعب بيا. بقى فريده كانت عارفه مكانك طول الوقت ده. ماشي يا فريده، سيبك من فريده دلوقتي يا عمر، خلينا دلوقتي نحاول نرجعك تاني زي ما كنت، وبعد كده سيب لنا موضوع فريده ده. الدواء يا ماما اللي في العلبه البدل اللي في المطبخ هو ده السبب. الدواء؟ ايوه صحيح، هو الدواء. ايه ده؟ ايه اللي حصل؟ طيب لو حبينا بقى نرجعه دلوقتي هنرجعه ازاي؟ طالما انا صغرت بالدواء اكيد هرجع تاني كبير بالدواء. تصدقي كلام الواد ده صح؟ انا هروح اجيبه. ماشي يا ظريفه بسرعه، وانا هفضل هنا جنب عمر لحسن يزوغ مننا تاني. امسك يا عمر. ايه ده؟ انا كبير. الحمد لله اديك رجعت تاني يا عمر. هيا يا عمر. تلعبي بيا وانا اللي العب بيا. استحمل بقى. والله العظيم ما بلعبش يا فريده. وانتهت حلقتنا النهارده وجيم عاد اللغز. لغز النهارده شخصيه كرتونيه مشهوره جدا كلنا بنحبها، انا شخصيا بحبها، اسمها مكون من اربع حروف بس. دلوقتي انا بشكر اصدقائنا جانا عطا وياسين حبيب وهند علي ومسانت امير وزياد احمد. ما تنسوش اعملوا لايك للحلقه دي ونشوفكم بخير. هيا يا عمر. يا عمر عملت ايه في الشقة؟ ايه ده؟ يا عمر عملت ايه؟